البادري أغوستينو جيميلي. لمس الرب قلبه فتحول من طبيب ماسوني إلى راهب فرانسيسكاني. أبصر إدواردو نور ب 18 كانون الثاني سنة 1878 بميلانو إيطاليا، وهو من عائلة إيطالية غنية وملحدة. درس الطب بجامعة بافيا وتخصص بعلم الأعصاب والأمراض العقلية، وكان لامع بمهنته الإنسانية. انتسب إلى الماسونية والحزب الشيوعي، لكنه كان دايماً يتناقش مع زميله الدكتور لوفيديكو نيكي والمحامي السابق جان دومينيكو بيني بأمور الدين والاجتماعيات. تطوع لمعالجة المرضى بالمستشفى العسكري لدواعي إنسانية بحتة، إنما هنيك كان المسيح ناطره. بيوم طلب منه أحد المرضى المنازعين إنه يسمح له بتقبيل خده قبلة الوداع الأخيرة، وطلب منه أنه يستدعي كاهن ليمنحه الأسرار الأخيرة، الاعتراف، إربان المقدس والمشحة. على الرغم من عدم إيمان إدواردو، كان يتمتع بقلب رقيق الشعور، فلبى رغبة مريضه ودخل الكنيسة لأول مرة بحياته لطلب الكاهن، وكان عمره بوقتها 25 سنة. هالحدث اللي صار يوم خميس الأسرار سنة 1903 كان نقطة تحول بحياة الطبيب الملحد، ولمس أعماق كيانه وقلبه رأساً على عقب. ب 17 تشرين الأول من السنة ذاتها أخذ ليوناردو القرار النهائي، فاتجه إلى دير الفرانسيسكان طالباً من رئيس الدير الالتحاق بالرهبانية. وبالليلة نفسها غادر البيت نهائياً، ولما وصل إلى الدير أرسل رسالة إلى أهله عبر فيها عن شعوره القوي بالدعوة الرهبانية للحصول على الخلاص الأبدي، وأنه مش قادر يقاوم إرادة الله وحكمته، وأنه أخفى عنهم هالقرار لأنه كلامهم وتصرفاتهم بتأكد أنه من المستحيل يوافقوا على هيك خطوة، ولكن أكد لهم أنه ولا أي ردة فعل بتخليه يتراجع، وبيضيف أنه هالشي ما بيعني أبداً أنه عاطفته تجاههم رح بتقل، لكن رح يذكرهم دايماً بصلواته، وطلب من عائلته أنه ما تفتش عليه أبداً. عائلة جاميلي أصرت على إعادة الابن بالقوة إلى البيت حياً أو ميت، لكن كل المساعي باقت بالفشل. خلع إدواردو تيابه الأنيقة ولبس عباءة الراهب الفرنسيسكاني الخشنة، وأصبح اسمه الأخ أغوستينو. كان بين المبتدئين الأكبر سناً والأكثر علماً، لكنه رضي بأوضع المهام كتنظيف غرف الرهبان، وكان مثل حي بممارسة الإماتات والصوم تكفيراً عن سنينه الماضية اللي ضاعت. ومثل ما كان يقول شفيعه وشفيع المرتدين القديس أغوستينوس، إنك تركض جيداً ولكن خارج الطريق. وبعد إبراز النذور الرهبانية، الطاعة، العفة، مع التشديد على نذر الفقر على مسار القديس فرانسيس، أكب على دراسة العلوم الكنسية واللاهوتية مع إعفاء من المواد الفلسفية. وبعد ارتسامه باشر نشاطاته الرسولية ووضع اختصاصه بخدمة الكنيسة، أي على الطريق الصحيح. سنة 1908 بمطلع حياته الكهنوتية كان ذكرى مرور 50 سنة على ظهورات مريم العذراء بالورد. بالمقابل عدد كبير من الأطباء والفلاسفة الملحدين شنوا هجوم ضد المعجزات واعتبروها مجرد إيحاء، فرد عليهم الأب أغوستينو بسلسلة أبحاث علمية موثقة ومحاضرات مدروسة بعنوان أشفية لورد أمام العلم، فنالت استحسان أهل الاختصاص. ربح الأب جاميلي المعركة، لكنه خسر مقعده بنقيبة أطباء ميلانو بسبب حقد زملائه، فعوض عليه صديقه البابا بيوس الحادي عشر بتعيينه رئيس للأكاديمية الحبرية للعلوم سنة 1937، كما جمعته صداقة بالبابا بيوس الثاني عشر. للأب جاميلي مجموعة من الكتب الروحية ترجم معظمها إلى اللغات الأجنبية، وكرمته الجامعات الوطنية والأجنبية، فحمل 10 دكتوراه فخرية، وهو رقم قياسي ما حصل عليه إلا قلة من كبار العلماء العالميين. أما الإنجاز الأعظم اللي حققه سنة 1921 فكان تأسيس الجامعة الكاثوليكية للقلب الأقدس أونيفرسيتا كاتوليكا ديل ساكرو كوري بميلانو، وإنشاء فروع إلها بالمدن الإيطالية الكبرى بياتشنسا، برشا، روما وكامبو باسو.
وبتضم كليات لمختلف العلوم كالطب والحقوق واللاهوت والأداب والعلوم المصرفية، وأسس بروما مستشفى الأب أغوستينو جاميلي بوليكلينيكو أونيفرسيتاريو أغوستينو جاميلي، ليتعالج فيها فيما بعد القديس البابا يوحنا بولس الثاني بعد محاولة اغتياله سنة 1980، وتعالج فيها بفترة مرضه وحتى وفاته سنة 2005. بعد كل هالسنوات المثقلة بالأعمال الصالحة والتسليم المطلق لمشيئة يسوع اللي خدمه طوال 56 سنة، وبعمر 81 سنة أسلم بادري أغوستينو جاميلي روحه بين أحضان الآب ب 15 تموز 1959.